بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تستر عيوبنا وتغفر ذنوبنا. اللهم كن لنا بما كنت به لأوليائك. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم اغفر لنا مغفرة عامة تجلو عن القلب كل صدى، ورقنا في معارج مدارج. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم إنا نتوسل به إليك ونستشفع به لديك، أن تقبل أعمالنا وأن تحسن أحوالنا وتنير بالمعارف قلوبنا وتفرج من كدرات الأغيار كروبنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح الرسالة القشيرية للأستاذ عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 65 و400 من الهجرة. نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين وجزاه الله عنا خير. كنا بدأنا السماع، باب السماع. والسماع عند الصوفية هو سماع الأشعار بالنغم وبغير نغم. والصوفية يعتقدون أغلبهم أن السماع بالنغم لا يجوز، وقل منهم يجيزون السماع بالنغم على ألا يكون عادة وعلى ألا يكون مرتب. يعني حتى من أجازوه على ألا يرتب له مجلس وعلى ألا يكون عادة، يعني يكون قدرا، يعني سمعوا قدرا ويحملوا على أجمل المحامل، ويعتبره نداء إلى معان في قلبه تخرج ما وقر في قلبه من ترقي في قصده إلى ربه. لأن السماع كالريح يأتي على القلب، إن كان فيه رائحة طيبة، معاني طيبة، يخرج رائحة طيبة، معاني طيبة ووردات طيبة. وإن كان القلب مملوء بقاذورات الدنيا وشهواتها، يخرج رائحة جيف. فكل إنسان يسمع السماع على حسب ما في قلبه، فإن كان قلبا سليما خرجت الواردات الطيبة الملكية. وحتى ولو كان في ظاهر الكلام غزل، حتى ولو كان في ظاهر، لأنه يحمله على محمله العالي. أما الذي قلبه مملوء بالدنيا وشهواتها فقلبه فيه جيفة، فالدنيا جيفة قذرة، هكذا حالها. فإذا امتلأ القلب بالدنيا جاء السماع، استروح من القلب رائحة الجيفة، فخرجت المعاني الكريهة التي يمقتها الشرع الشريف. ولذا السماع ليس حراما بذاته، بل قد يحل لمن كان قلبه سليما، لمن كان قلبه سليما، لأنه يثير فيه معان قد تكون قد خمدت، فكانوا يستحسون هذه المعاني بالسماع. وقلت أكثر من مرة على ألا تكون عادة، وعلى ألا تكون لها مجلس، وعلى ألا يقصد بذاته حتى لا يساء الفهم. ولكن الصوفية في عصور كثيرة، بعض جهلة الصوفية استعملوا السماع بطريقة أخرى، واستعملوه حتى في المساجد، فكانوا يستعملون آلات الطرب في المساجد، مما جعل كثير من يخالفون الصوفية يؤاخذون عليهم ذلك، بل كان سببا للصد عن الطرق الصوفية أصلا بسبب هذا الأسلوب الذي يجهله الناس والذي يمقته الشرع الشريف. في حين أن أهل التصوف الحقيقيين لما أجازوا ذلك أجازوا بهذه القيود، وأكررها دفاعا عن الأولياء، فهم يعتبرون السماع سلاح ذو حدين. يعني في نوع مخاطرة، السماع فيه نوع مخاطرة،
لأنه فيه محترزات كثيرة من حيث الشرع الشريف، محترزات من حيث الآلة والنغم والمعنى والملقي، محترزات كثيرة. فكثرة المحترزات تجعل الأمر فيه نوع خطورة. وطبيعة الصوفي الذي يريد الوصول إلى الله أنه يتورع عن أي أمر فيه مشاكل، لأنه يبتعد عن الشبهات. هذه طبيعة الصوفي في طريقه إلى الله، ولذا كانوا يحترزون منه فلا يستمعون إليه إلا إن كان على غير قصد. فإن جاء على غير قصد يعتبرون أن ده ربنا أراد أن يسمعه، طالما أنا لا أقصده. يعني أنا راكب عربي رايح مشوار، السواق مصمم يشغل شريط، يا سيدي هات شريط تاني، يقول لك أنا لو بطلت الشريط ده أنا حنام وهنعمل حادثة. خلاص بقى هعمل ايه؟ اقول له بقى بطل ونعمل حادثة؟ خلاص شغل وانا مضطر راكب معاه، فمضطر حسمة، لا انا مرتب السواق ولا مرتب الشريط ولا مرتب حاجة، دي حاجة كده قضاء وقدر. يبقى في الحالة دي هتقعد تسمع تحمله على احسن المعاني، وهتعرف والله لو خرجت واردات ملكية اعرف ان قلبك سليم، لو خرجت واردات غير ملكية اعرف ان ما زال في قلبك جيف. يبقى محتاج انك انت ترقي نفسك، يبقى ربنا بعتها لك اشارة عشان توزن نفسك وعشان تعرف انت هتسمع على اي صورة. فاحنا في هذه الامثلة بنشوف العلماء والاولياء لما كان بيجي السماع عليهم على غير على غير ترتيب، يسمع بيت شعر وهو ماشي في الشارع، واحد بيغني ولا واحدة بتغني، كان بيسمعوا ازاي ويفهموا ازاي عشان تعرف مكانك من مكانهم ومقامك من مقامهم وقلبك من قلوبهم. هي دي المسألة. فيقول: وسئل أبو يعقوب النهرجوري عن السماع فقال: حال يبدي الرجوع إلى الأسرار من حيث الاحتراق. يعني السماع يؤدي إلى ظهور حال في القلب، حال يبدي يعني يظهر حال في القلب، يبدي يعني يظهر حال يظهر في الأسرار، والأسرار هي الأرواح بعدما ترقت من التقلب في القلب، لأن القلب يتقلب، سمي القلب لتقلبه بين متطلبات الجسد ومتطلبات الروح، فله عينان، عين للجسد وعين للروح، يريد أن يكون بحق الجسد ويريد أن يكون بحق الروح. الروح تطلب العلو والجسد يطلب إيه؟ الحاجات السفلية كلها، أكل وشرب بهايم. وعلشان كده القلب يفضل متقلب مع الرياضة، شدة الرياضة تجد أن العين التي في جهة الجسد تقل تدريجيا، بحيث أنه لا يقوم بجسدي إلا بحقه الذي أراده الله، إن لجسدك عليك حق، لا يقوم من أجل الشهوة، فلا يأكل من أجل شهوة الطعام، ولكن يأكل ليتقوى على طاعة الله عز وجل، ولا يتزوج لأجل شهوة الفرج وإن كانت موجودة ولكنها لا تكون هي القصد، بل لأجل إنشاء البيت المسلم، لأجل استعفاء عفة نفسه، عفة الزوجة، طلب النسل المسلم، وغير ذلك من المقاصد الشرعية العظيمة. فإذا ارتقى القلب صار كل أحواله علوية جهة الروح، فصار روحا. فإذا صفت الروح تماما فصارت سرا، يبقى الروح السر هو صفاء الروح، والروح هي صفاء القلب، والقلب هو صفاء النفس. والنفس أنواع، نفس أمارة ونفس لوامة، واللوامة أنواع، وفي نفس مطمئنة وفي نفس راضية وفي مرضية وفي ملهمة، وموال كتير طويل. بشوف انت عالم الواحد يوصل للسر عايز كام مشوار، يخترق النفس بدرجاتها كلها وطبقاتها حتى ينطلق الى القلب، ويخترق القلب في تقلبه حتى ينطلق الى الروح، ثم يخترق الروح بتقلباتها كلها الى ان يصل الى السر. يسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي، يعني سر، ادي معنى من امر ربي يعني سر، فسموها سر عشان كده، مش كده برضو؟ فقال لك ان السماع ده بيؤدي الى احوال تنطلق الى الاسرار، فيظهر ما فيها من شوقها الى خالقها. ادي معنى كلامه. يبقى لا يصلح السماع الا لمن ارتقى من النفس الى القلب، ومن القلب الى الروح، ومن الروح الى السر. لكن لو سمعت واحد نفسه غير
مطمئنة، يبقى ضريت، يبقى هم لا يبيح السماع مطلقا، لا يبيح لأهل إيه؟ لأهل الوصول، لأهل النهايات. حال يبدي الرجوع إلى الأسرار من حيث الاحتراق، الاحتراق يعني الشوق. وقيل السماع لطف غذاء الأرواح لأهل المعرفة، يبقى برضو السماع يجوز لأهل الأرواح اللي هم أدنى قليلا من أهل الأسرار. لطف غذاء يعني غذاء لطيف، هذه معنى غذاء لطيف للأرواح، لأن الأرواح لها غذاء برضو، مش كده؟ زي ما النفس لها غذاء والجسد له غذاء، الأرواح لها غذاء. غذاء الأرواح الذكر والطاعة ومراقبة الله عز وجل والشوق إليه، وغذاء الجسد معروف الطعام والشراب وغير ذلك. وعشان كده قالوا أن في النفس نهر، في النفس نهر يمده الشبع ويرده الشيطان، وفي الروح نهر يمده الجوع ويرده الملك. يبقى غذاء الروح الجوع وغذاء النفس الشبع، فإذا شبعت النفس جاء الشيطان والوساوس والهواجس، وغذاء الروح الجوع فيكثر نهر الروح فيرده الملك، فتأتي الخواطر الملكية التي ترفع خسيسة الإنسان إلى الوصول إلى ربه. وعلى شكل كده قال هو السماع عبارة عن غذاء لطيف للأرواح لأهل المعرفة، بحيث أنه يرى الله في كل شيء لا يجهله في شيء، ويعتبر أن كل شيء يمد يده إليه في الأكوان ليأخذ بيده إلى ربه، في المنع والعطاء، في الضر والنفع، في كل أحواله. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول السماع طبع إلا عن شرع، وخرق إلا عن حق، وفتنة إلا عن عبرة. السماع يوافق الطبع، طبع الإنسان العادي، أي إنسان عادي حتى ولو كافر يحب الصوت الحسن والنغمة الجميلة، كل الناس حتى البهائم مش كده برضو؟ ده حتى جربوا في المزارع بتاعة الفراخ لما يشغل نغمة جميلة كده تلاقي الفراخ تبيض، تدي إنتاج في البيت أكتر. ولاحظوا ان حتى البقر اللي بيحلبوه لما يعمل لهم نغم بسيط كده يقوم يدي انتاج لبن اكتر. يبقى دي توافق الطبع، الطبع العادي يحب الصوت الحسن، وربك سبحانه وتعالى خلق لك الكروان وخلق لك حاجات كتيرة صوتها حسن في الدنيا علشان يعرفك برضو ان ده شيء يوافق الطبع العادي. فاذا سمعت السماع بطبعك العادي قويت نفسك العادية البهيمية، وعلشان كده ما تسمعوش الا بشرع، لا تسمعوا بنفسك ولكن تسمعوا بشرع الله، فتختار منه ما يبيحه الشرع في الاوقات التي يبيحها الشرع بالطريقة التي يبيحها الشرع حتى لا تقوي طبع نفسك. فهمت ازاي؟ وعشان كده قال السماع طبع يعني وافق الطبيعة النفسية، والصوفي هم كل الخروج من ظلمة نفسه الى رقة روحه وسره. يبقى المفروض ما يسمعوش بطبعه بل يسمعه بالله، يسمع بالله ازاي؟ يعني بالشرع الذي هو منسوب الى الله. وعلشان كده السماع طبع الا عن شرع. فلو لقيت قعدة السماع دي سماع طرب كله فيه طريقة تثير الشهوات، اعرف ان ده سماع بطبع، ده مش سماع الصوفي، مش هي دي مجالس الغناء اللي بيقولها الصوفية، لا الفيديو كليب ولا الرقصات ولا الرقصين ولا الكلام ده كله، لان ده كل ده سماع بطبع، وهو ما يسمعوش بطبع، هم يسمعوا بشرع. فهمت بقى الفرق؟ وعلشان كده في ناس بتسيء فهم الصوفيه، اما يجي يقول لك الصوفيه يبيحوا الغناء، يوم يجي في باله الغناء اللي هو بيشوفه في التلفزيون ده، لا مش هو ده بتاع الصوفيه، مش هو ده الغناء بتاع الصوفيه اللي بيبقوا، لان السماع اللي انت بتشوفه في التلفزيون ده الطبع، وهم لا يسمعون الا بشرع. السماع طبع الا عن شرع، وخرق الا عن حق. واحيانا لما تسمع السماع بقى بشرع يوافق الشرع الشريف مع صفاء النفس يثير فيك وجدانيات، ادي معنى خرق، يعني وجدان، يعني وجد، يعني حاجة زي ما تقول انفعال، انفعال في نفسك يجعلك احيانا تهتز وتطرب، ويمكن يرقص، يمكن يتنطط، يمكن يحصل له اي حاجة من دي لانه مش قادر يتحمل. وعلشان كده وهو خرق الا عن حق، الا على غلبة حال يعني، فاذا غلبه الحال معذور لكن ما يتكلفش.
مش يقعد يسمع الله الله يا عم الشيخ وطالع من حنجرته قلبه لسه ما دخلش حاجة فيه، ويقعد يهتز ويطرب ويسقف ويعمل ويتنطط وهو كل ده تكلف. لكن اللي يسمع بيسمع من سكون، فأحيانا يطرأ على قلبه شيء يستولي عليه فيبكي، العين تبكي وقد يهتز جسمه، فهو يعني يحصل نوع من الانفعال طالما عن حق، يعني على غلبة حال. وفتنة إلا عن عبرة، وإذا سمعه وفهمه على معانيه المطلوبة التي توصل إلى الله فهو عبرة واعتبار، وإلا كان فتنة يحجبه عن الله سبحانه وتعالى. يبقى كأنه بيقول لك السماع ده عملية زي يعني بنزين وكبريت، ده ممكن يعمل حريقة يحرقك، فتسمعه مظبوط يبعد عنه وخلص نفسك وريح مخك. يعني هو مش بيقول لك روح اسمع، ده كأنه بيحذرك، كأنه هنا بيحذرك. لكن اللي بيقرأ الكتاب بطريقة مختلفة مش فاهم مين الصوفية ولا عاش معاهم، يفتكر ان هم بيحسوا الناس على الذهاب الى مجالس الله ابدا. وعلى شكل بعض الناس اللي هم انتسبوا للصوفية وليسوا صوفية عملوا كده، يقعدوا لك في مجالس الله والطرب ويقول لك هي كده وده ربنا بيحب الصوت الحسن، يجيب لك واحدة تقعد تتقصع وتتعامل ويقول لك ربنا بيحب الصوت الحسن وهو نفسه قوية عليه، فما ينفعش. الصوفية ما يقولوش كده، يوم ما يقول كده الواحد وهابي يقوم الوهابي يزداد كفرا بالصوفية ويزداد عيبا في الأولياء، يبقى صرفتنا هو صرفتنا مش كده برضو، لأن صار جعل الناس يسبون في الأولياء وجعل الجهل يسبون في الصالحين، يبقى هو صار فتنة للناس. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فالأولى انك انت لو انت هتسمع بحق وهتسمع بشرع ولا تتحرك في السماع الا عن غلبة حال يبقى لا بأس، وإلا فأنت فتنة، فتنة لنفسك ولغيرك. فهمت بقى المسألة؟ ويقال السماع على قسمين، يعني أهل السماع بينقسموا قسمين، سماع بشرط العلم والصحو وسماع بشرط الحال. يعني واحد بيسمع ويبتدي يوزن السماع بالعلم، يمسك كل كلمة، هل ده الشرع يبيحها؟ هل ده يجوز؟ هل يجوز نصف الله بهذه الصفات؟ هل يجوز ان انا اقول الكلام ده ولا لا؟ يعني قاعد بينقض كل ما يسمعه، ده معناه بشرط ايه؟ العلم والصح، يعني هو متيقظ تماما للمعاني التي تلقى عليه وعنده من العلم الذي به يزنها على ميزان العلم. فهمت ازاي؟ يبقى اول نوع من السماع ده اللي هم يجيزوه، ان تسمع اولا ويكون عندك العلم الشرعي الذي تستطيع به ان تزن هذا الكلام، هل هذا يليق او لا يليق؟ فهمت؟ مع كمال اليقظة وعدم الغفلة عما يقال، ادي معنى سماع بشرط العلم والصحب. فمن شرط صاحبه معرفة الاسامي والصفات، من شرط صاحبه ان يعرف ما يليق في حق الله وما يستحيل في حق الله وما يجب في حق الله عز وجل، وكذلك في الرسل والانبياء. فلا يليق مثلا ان يوصف الله باشياء لا يوصف بها سبحانه وتعالى يصف بها نفسه، ولا يليق أن يوصف الأنبياء إلا بصفات تليق بمقامهم الرفيع. فإذا كانت المعاني في هذا الإطار استمع إليها، وإلا اعتبرها منكر ونهى عنها. هذه معنى السماع بشرط العلم والصح. ولو ما عملش كده يقع في الكفر المحض، قدر أحمق الخطى سحقت هامتي خطى. قدر أحمق، الله، ده بيسب الدهر، ده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لا تسبوا الدهر، لا الكلام ده قبيح. فهمت بقى ازاي؟ يجي يسمع يقول لا كلام قبيح ليس له وجه صحيح، يوم ما يرضاش يقوله يبعد عنه، لان لا يليق اننا نسبوا الدهر، لان الدهر هو القضاء والقدر، والقضاء والقدر هو فعل الله، ومن سب فعل الله فكأنما سب الله. وعشان كده الرسول قال لا تسبوا الدهر، قايل في الحديث القدسي لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر، لأنه منسوب إلي، لأن الدهر هو فعل الله، مش كده برضه؟ يبقى أنت في السماع كده بشرط العلم والصح، تسمع توزنه بميزان الشرع، تشوف هل يجوز إن أنا أسمعه ولا لا يجوز. الله محبة، تنفع مبتدأ وخبر؟
الله محبة. المحبة عرض يحل في القلب، مش كده؟ ميل. والله ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض، يبقى لا يجوز. فهمت بقى المعنى؟ اما ابتدي اروح اوصفها بقى، اوزنها بميزان العلم واوزنها بميزان ايه؟ الصح واليقظة، عشان انا عارف ايه صفات الله عز وجل التي تليق به. هي بتقول الله مبتدأ، هتخبر عنه بايه؟ اشوف بقى هيخبر عنه بايه المغني، فهمت ازاي؟ او الشاعر او القوال او اي بني ادم بقى، فهمت؟ ام قال الله حق حق، فهمت ازاي؟ قال الله محبة زي ما كانت بتقولها في الاغنية، مش كده؟ وده عند النصارى، لان النصارى عندهم ان الله يحل في الاجساد، فعندهم الله عرض يحل في الاجساد، فحل في عيسى وحل في امه وحل في الاكوان، فعندهم جملة صحيحة على اعتقادهم الكاذب، فهمت ازاي؟ وبالتالي عندهم شعار يكتبونه على محلتهم، يكتبوهم على يعني منازلهم، فهمت ازاي؟ لانه عندهم هذا هو اعتقادهم. لكن المسلم اعتقاده كده صحيح؟ يبقى ما ينفعش، يبقى ما ينفعش نقول الله محب، لان المحبة عرض، والله سبحانه وتعالى ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض، مش كده برضو؟ طب هل يجوز ان انا اقدرها، اقول الله امر بالمحبة؟ هل يجوز التقدير ويكون معنى صحيح؟ فهل يجوز؟ نرجع بقى للنحو وقواعد النحو واللغة، ادي معنى بشرط العلم. نروح لبتوع اللغة نقول لهم يجوز في الجملة دي الله محبة، ودي مرفوعة ودي مرفوعة، يا علماء اللغة هل يجوز اقدر؟ واذا قدرت هل يجوز غياب الحركة مع غياب المقدر ولا لا؟ ادي معنى بشرط العلم. فان قالوا لي يجوز اقول له معنى صحيح، وان قالوا لا يجوز برضه اقول يبقى ما زال معناه قبيح. فهمت بقى المعنى؟ طريقة الايه؟ السماع بشرط العلم والصح، يبقى ما تعديش اي حاجة لما توزنها بميزان الشرع الشريف، وإلا وقع في الكفر المحض. فهمت بقى؟ يقع في الكفر المحض، وصف الله بالعرضية فصار عرضا، كفر. شفت المسألة؟ المصيبة؟ عرفت بقى ازاي؟ وسماع بشرط الحال. وفي واحد بيسمع بقى غاب عن مسألة العلم بقى، ليه؟ لغلبة الحال عليه، فصار بيسمع بإيه؟ بقلبه مش بعقله. يبقى الأولاني بيسمع بعقله، تعدي الأول الكلمة على عقله وبعدين ينفذها في مصفات العقل بالشرع الشريف إلى القلب فيدخلها أو يرفضها. الثاني بقى غلب عليه القلب فيروح سمع الكلمة تقوم تعمل في حال في قلبه، فبيبقى بيقول لك بشرط الحال، فشرط صاحبه ان يبقى فنى عن نفسه علشان لا تثير فيه شهوات. طالما فنى عن نفسه يبقى ما عندوش شهوه، طالما فنى عن نفسه ما عندوش رغبه، طالما فنى عن نفسه ما عندوش حرص، طالما فنى عن نفسه ما عندوش نظره للدنيا، يبقى ساعتها بيسمع سماع بحق. فهمت بقى المساله؟ يوم ساعتها ممكن يؤولها تاويل ثاني قد لا يخطر على بالك انت يا اهل العقل، لان اهل القلوب لهم ميزان غير اهل العقول. فهمت بقى المساله؟ وعلشان كده يقول لك السماع مسألة كبيرة مش سهلة، فقد تسمع أنت كلمة وأنا أسمع كلمة، أنا أفهمها بطريقة وأنت تفهمها بطريقة، قد أفهمها بطريقة مليحة وأنت تفهمها بطريقة قبيحة. ليه؟ لأن كل واحد لا، إذا كنا بنسمع بالحال، أما إن كنا بنسمع بالشرع فقواعد الشرع مشيدة سهلة، الاختلاف فيها محصور محدود. يقول لك المسألة فيها مذهبان، المسألة فيها ثلاث مذاهب أربع مذاهب، لكن في الأحوال تتعدد بتعدد الخلق. ولو هنسمع بالحال بقى يبقى لا، ليست محصورة. فهمت بقى المسألة؟ فيبقى في سماع بالعقل بالعلم بشرط العلم، وفي سماع بشرط الحال. فمن شرط صاحبه الفناء عن أحوال البشرية والتنقي من أثار الحظوظ بظهور أحكام الحقيقة. صاحب الأحوال اللي فنى عن نفسه في حبه صار يطلق على محبوبه لفظ أنا، فهمت؟ فيقول أنا من أهوى ومن أهوى أنا،
روحاني حل في جسد. صاحب الشرع يسمع يقول كفر، صاحب الشرع والعلم يقول كفر، ده هو اعتبر ان الله حل في نفسه. فهمت ازاي؟ والله لا يحل في الاشياء، يبقى كفر. قال بالحلول اقتلوه، ادي صاحب العلم والصحب. صاحب الحال مختلف، ده هو بيقول انا على الله، لانه بيقول الله اهوى ومن اهوى الله. روحاني حل في جسد يعني ما في الكون الا الله. فهمت بقى المعنى؟ يبقى المعنى على هذا المعنى الصحيح. طب وهل يجوز اطلق على محبوبي انا؟ هل يجوز اطلق على محبوبي انا اذا غلبني الحال؟ فهمت ازاي ام لا؟ يبقى صاحب الحال يسمع بطريقة، صاحب العقل يسمع بطريقة. انت لما بتقابل ابنك ولا بنتك وبتحبها تقول لها ايه؟ يا روحي، مش كده برضو؟ يا نفسي، صح ولا لا؟ مش الناس بتقول كده؟ مش الزوجة ساعات ما تدلع جوزها وقليل ما بتفعل تقوم تقول له يا روحي ويا نفسي؟ مش كده برضو ساعات كده؟ يقول لها انت بتعلي صوتك علي. تقول له وانا معقول اعلي صوتي على نفسي؟ ده انت نفسي. تروح سحب الغضب منه لانها اطلقت على محبوبها نفسها، يعني كانها بتقول له انت انا وانا انت. مش كده برضو؟ حتى في السياسة يقول لك ايه؟ مصر والسودان حاجة واحدة، اللي يعتدي على السودان كأنما اعتدى على مصر، واللي اعتدى على مصر كأنما اعتدى على السودان. مثلا الشعارات بتاعت الثورة، مش كده برضو؟ يبقى كأن مصر هي السودان والسودان هي مصر. فهمت ازاي؟ تروح للسودان انت ايه؟ تقول لك انا مصر. وتروح لمصر انت ايه؟ تقول لك انا السودان. فهمت ازاي؟ لشدة التمازج والتحاد. فهمت بقى المسألة؟ اذا على مستوى الدول بيقولوا انا للمحبوب، وعلى مستوى الافراد بيقولوا انا للمحبوب، وعلى مستوى الصوفية بيقولوا انا لله. هل في الشرع الشريف ما يدل على ذلك؟ ان يطلق انا على المحبوب؟ طيب اقرأ القرآن. ربك سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ان الذين يبايعونك انما يبايعون ايه؟ الله. النبي محبوب ربه، مش قال انا حبيب الرحمن؟ مش كده برضو؟ فربنا سبحانه وتعالى اطلق عليه الله لانه محبوبه، صح ولا لا؟ لكن هل فهمت من الآية ان الله حل في النبي؟ عمر ما في مسلم فهم كده، صح ولا لا؟ لكن فهم ان طاعة النبي هي طاعة الله، ومبايعة النبي هي مبايعة الله، فكأن الله صار من حبه لنبيه اطلق عليه لفظ انا. انت انا وانا انت، من يطع الرسول فقد اطاع الله، مش كده برضو؟ واطلق عليه صفة من صفاته، بل صفات كثيرة من صفاته، بالمؤمنين رؤوف رحيم. سيدنا يوسف نفسه قال ايه؟ اني حفيظ عليم. ومين الحفيظ العليم؟ ده ربنا. لكن اطلق على نفسه اني حفيظ عليم، مش كده برضو؟ مش كده برضو؟ بتحصل ولا لا في القرآن كده ولا لا؟ لما يجي بقى واحد غلب الحال وقال انا من اهوى ومن اهوى انا، ليه يا صاحب العلم تظلمه؟ طب ما تسمعه بالحال ما تسمعوش بالعلم، اسمعوا بالحال ما تسمعوش بالعلم عشان تجد له منفذ. فهمت؟ الحديث القدسي، مش ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ عبدي مرضت ولم تعدني، يعني اعتبر نفسه عبده اللي بيحبه هو الله، فلما مرض عبده كأن الله مرض. يستحيل ان ربنا يمرض، لكن اطلق على محبوبه نفسه، مش كده برضه؟ مرضت ولم تعدني، كيف تمرض وانت رب العالمين؟ قال اما علمت ان عبدي فلان مرض، اما لو عدته لوجدتني عنده. مش كلنا بنقول الاحاديث دي وحافظينها؟ لما يجي بقى الشاعر يغلبه الحال ويقول هذا المعنى، ليه تظلمه؟ فهمت بقى؟ ليه ظلمته؟ ده هو بيقول انا يعني الله. فهمت ازاي؟ لانه وجد انه لا يليق ان يقول انا في الاكوان الا خالق، اما ما في الاكوان فلا يصح احد في الاكوان ان يقول انا، لانه ليس له وجود بذاته. فهمت المساله بقى؟ فكانه عنده وحده من الشهود التي بها جعلته يرى ان الله فاعل في كل شيء، وان الله
موجود في كل شيء، فأينما تولوا فتم وجه الله. فهمت بقى المعنى؟ فعبر عنها بغلبة الحال، عبر عنها بغلبة الحال. يعني معنى بقى لما تيجي تسمع على غلبة الحال أو تسمع على مقتضى العلم. فهمت الفرق؟ فأحيانا يبقى الجملة واحدة أوزنها بميزان العلم أجدها خطأ، وأوزنها بميزان الحال أجدها صحيحة. ربك سبحانه وتعالى هيحاسب أهل العلم بالعلم وأهل الحال بالحال، اعرف كده كويس. فإذا تكلف أهل العلم الحال ربنا لا ينظر إلى التكلف، ينظر للأصل. وإذا غلب الحال على أهل العلم حسبه بالحال لأنه له الغلبة. واضح؟ وعلشان كده العبد اللي هو فرح لما ربنا أنقذه في الفلاة وبعد ما ضاع منه زاد وزواده وبعدين وجدها على رأسه بعدما آيت الحياة، قال إيه؟ اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، حسبه بالحال ولا بالمقال؟ بالحال. فهمت بقى الأدلة؟ فهمت الأدلة؟ يبقى ربك يحاسب أهل الحال بالحال وأهل العلم بالعلم، فأنت من أي أهل؟ شوف نفسك. كل أهل الأحوال يبدأون أهل علوم، ومن عمل بما علم عمل، ومن عمل بما علم أورث الله علم ما لم يعلم، يعني أحوال. يبقى إذا عمل بمقتضى العلم الشرعي ربنا بقى يورثه حاجة تانية. واتقوا الله ويعلمكم الله، يجد نفسه انطلق إلى ميدان أفسح، وكل مدى ما ينطلق إلى ميدان أفسح، وكل مدى ما ينطلق إلى معاني أخرى كان يجهله وغيره، بل هو نفسه كان يجهله. فهمت بقى المعنى؟ يبقى تفهم كلام الشيخ لما بيقولك سماع بشرط العلم والصح، وده مقياس العلم وميزان العلم، وإلا يقع في الكفر المحض. وسماع بشرط الحال، يعني غلبة الحال. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم لما حكى لك قصة الرجل قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قال إيه؟ حكم عليه بشرط الحال، قال إيه؟ أخطأ من شدة الفرح وابتسم. مش كده برضو؟ يعني من شدة الفرح غلبه الحال فأخطأ. وربنا عامله بالخطأ ولا عامله بالحال؟ بالحال. يبقى أنت عايز تعامل الناس بقى بالخطأ ولا بالحال؟ أنت عامل نفسك بمقتضى العلم وعامل الناس بمقتضى الحال حتى تعذر الناس، تقوم تعيش سليم القلب تجاه الناس. يعني أنت قاعد في مجلس سماع قدر ولقيت واحد راح قايم قاعد يرقص ويتنطط، تقول ما تقولش عليه ممثل، قول يا سلام غلبه الحال، ده أكيد سمعها بمعنى عالي، ما شاء الله، إيه الحلاوة دي؟ تقوم تلتمس له العذر وتنظر له بغلبة الحال، ما تسيئش الظن بيه، تقول ده بيمثل، ده أنت دخلت جواه. لكن أنت مع نفسك ما تقومش تمثل زيه، لما يغلبك الحال يبقى أعمل زيه، ما غلبكش أديك قاعد بمقتضى العلم والصح. يبقى مقتضى العلم والصح وميزان تزن به حالك، ومقتضى الحال ميزان تزن به الناس حتى لا تسيء الظن بهم. واضح؟ دي طريقة الصوفي في نظرته للأمور، يقوم ساعتها لا يصطدم مع الواقع، وما يبقاش في قلبه شيء تجاه الناس، يعيش قلبه سليم، يلقى ربه مش متضايق من حد، لا اغتاب حد ولا ظن السوء بحد ولا هو في مخه حد إلا الله. فهمت ازاي؟ لكن اللي غلب عليه مقتضى العلم وقاعد يوزن بيه الناس تجد شغال قاضي، يقول لك فلان كذاب وفلان نمام وفلان الدنيا دخلت في قلبه وفلان اونطجي وده مش عارف مين وده ايه وانت ما تعرفش طب وانت ايه؟ ده قاعد شاور على كل الناس اللي هو كأن ربنا خلقه حكم. فهمت ازاي؟ فده مش الصوفي ده. ده ما ينفعش يبقى صوفي ده، حتى لو علم قد كده، حتى لو حفظ القرآن كله. ده ما ينفعش خالص، ده القرآن حجة عليه مش له. ده القرآن صار حجة عليه لا له. لأنه نصب نفسه فوق الناس. وطوبى من انشغل بعيوب نفسه عن عيوب الناس. فهمت بقى المعاني؟ ادي معنى الصوفي الحقيقي، يوم لا يصطدم بالواقع ولا يصطدم مع الناس ويعيش في امان مع نفسه ومع الناس. انت كطبيب في العيادة عندك داخل واحد بيتلوى عنده مغص، عشان انت ما عندكش مغص تقول له انت كذاب؟ انت ما عندكش مغص يا قليل الادب روح.
شوف بيمثل ازاي واتفرج عليه العياده كلها والعيانين كلهم يرضيك الكلام ده؟ يقولوا عليه ايه ده؟ طبيب فاشل. كذلك اهل العلم اذا لم يحكم للناس بالحال يبقى عالم فاشل. فهمت الصوره؟ يبقى اهل العلم الشرعي لو لم يحكم على الناس بالحال زي الطبيب يجي له المريض حاطط ايده على دماغه ويقول عندي صداع، يقوم يقول له يكشف على دماغه ما يلاقيش ولا جرح ولا حاجه خالص خارجيه، الصداع ده حاجه باطنيه جوه، هو بس اللي شاعر، يقول له انت كذاب. كذاب ليه يا دكتور؟ والله عندي صداع. يقول له علشان انا مش حاسس بصداع ولا شايف حاجه، تبقى انت كذاب، روح يلا. يرضيك ده دكتور ده؟ ده جاهل. كذلك العالم الذي لا يحكم على الناس بالحال جاهل. فهمت ازاي؟ يسمع الشعر المعنى يجد واحد يفهمه بمعنى عالي، لكن هو فهمه بمعنى تاني. يوم يقول له يا وانتجي بقى انت معقول تفهم المعنى ده ويغيب علي انا؟ معقول انا اللي حافظ القران كله ده انت مش لا تحسن قراءه الفاتحه؟ ازاي انا يغيب علي ده وانت ده انت ولا فهمته كده، ده انت بتمثل، يلا اجري يكرشه. يبقى ده زي الدكتور اللي حكيت لك عليه اللي هو يضحك ده، اللي هو جاهل ما يعرفش يعالج المريض لانه لا يحكم على المريض بمقتضى الحال. فهمت الفرق بقى؟ عرفت ازاي المثال؟ وسماع بشرط الحال فمن شرط صاحبه الفناء عن احوال البشريه. انت لما بتحكم ان المريض ده عنده مغص وتصدق يبقى معناه فنيت انت عن بشريتك، انا ما عنديش مغص. لكن اصدقه لان انا خرجت عن نفسي في نفسي. فصدقت نفسي. انا بدي لك مثال طبي علشان الناس كلها طول النهار بتعيا. في اجسادها علشان اوريك ان مرض الروح كذلك له اعراض، امراض الروح كذلك لها اعراض، بس الناس ما بتاخدش بالها الا من الاجساد بس، لكن الروح نفسها برضه لها اعراض امراض يكتشفها العلماء التربيه، يعرف على طول ان اللي داخله ده وهو شكله صار سليم كده يعني مريض بحب الدنيا، مريض بحب الجاه، مريض بحب الظهور، مريض عمل له اشعه فاكتشف الدنيا قاعده مربعه في قلبه. اكتشف الهوى لانه ربنا بيخليه ينظر بنور الله. فهمت بقى المساله؟ في فرق بين ده وده. وحكي عن احمد بن ابي الحواره انه قال: سالت ابا سليمان عن السماع فقال من اثنين